يسأل سائل عن الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة، ما هي تلك الساعة؟ وفيه ساعة يستجيب الله فيها لمن دعاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. متى تكون ساعة الإجابة من يوم الجمعة؟ هل بين أذان الظهر الأول والثاني أم من صلاة العصر إلى أن يحين وقت أذان المغرب؟ الجمعة كل ساعاتها مظلمة الإجابة، كل ساعاتها مظلمة الإجابة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن فيها ساعة لا يرد فيها سائل، فيها ساعة قليلة. فالمشروع للمؤمن والمؤمنة الاكثار من الدعاء يوم الجمعة من أوله إلى آخره، لكن أحرى الساعات وقتان، أحراها بالإجابة وقتان، أحدهما حين يجلس الإمام يوم الجمعة للخطبة على المنبر إلى أن تقضى الصلاة. جاء فيها حديث رواه مسلم في الصحيحين أنها ما بين جلسة الإمام إلى أن تقضى الصلاة، وقد أعله بعضهم في الوقف على البردة، والصواب أنه متصل مرفوع رواه مسلم في الصحيح. والوقت الثاني ما بين صلاة العصر وغروب الشمس، جاء فيها حديث أيضا. هذان الوقتان هما أرجى الساعات وأحراها بساعات الإجابة، ولكن مع ذلك يسحب الدعاء في جميع أوقات الجمعة حرصا على هذه الساعة. جزاكم الله خيرا. أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وهذا من خصائص يوم الجمعة. في الساعة إذا سألت الله فيها شيئا، أي شيء يكون، ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم، فإن الله تعالى يجيبه.